ساعة الجرانك والح وحالله حرين نب أي فلاي حاجة ذا كيما أي فلاي بريهن نبوين يما قال لك وايزا ديار دي وانكا كريسن أنا سي أم كريسن إن وحودة دولار موغي كينيا لي كينينا أنا كري كينيا نان دولار انتكوشانا أقولنا دولار ماين anyway دولار كي هذا ندا سيدي ناقي دلي عمل دولار كي عندلي 10,500 وقولي قد لما أركي وكي تشينج إن أكوانا 1.7 1.8 so شدة يالي كوجا نهيو إن تاسو هاي تبقى سليم مادي تاسو هاي مدة كالا وحاواي نين غلالة وضي إيه ولوغو تاقا لوغو عطسد ولوغو شيكت مالا نينغان Kuldanki Mandera, Governor Mandera, Senate Mandera, MBG Mandera, some elders, walau apa saja, fikir kita walau apa saja. Wahabah lugu hishina, kalau sebenarnya aku bahan ujulah ringkal indah. Bukan, untuk anak ke nak apa ni Mandera, anak ke Governor his, Senate his, orang wajar, mana aku pada nak, bermuja MBAO, mana aku pada nak anak, wabilu sendat. ما ضد ملك الإيمان ضد وجره واي ثنا إيمان هوا أبيسا لكن يي أسك ضد كنجة منجزيته ما أقوله إيش منه ملة ما أقوله واحد كهلين ملة كوكو مدراو مينجي أنا توزو أم بيجين عند جاك واتو جمعنا سنة تا أنا كصوت دور أسك مصوت دور ثنا هواي لبوينو نوكين بأشرة أسوأ إيمان، بأشرة هذا هو السجن للربين، بقال له نك أسكت إنه ندا بأشرة دين مرب ولا ليال واحد بدون أساس أو شقي سنة مع سلام إنه ندا أيقوف يعني موجي مالين والبجد نور استاجا لكتو كو استاجا دجا كبتو كو إماذا سانيلا ديار دولار بحية تمن كوني شام بقول بحية أنت أم بحية أنت أصلا وين ونو كان إنك فكان برال كان أبويا ويل كان ويد هذا اللي نرجع مم مغلاي أوديان هذا الكلام مغلاي، وفق أول شيء عن إنه وقدر الله عن هاي بعد، سو حد بحاول يساعد يعني ما عنده أنك وحن أسميني درادي سو أسميني ديار ده أي فلا إني سودي أنا أسميني وأنا مسود جيز إلى يو إسق جبان هنگا سنة هنگا أوديان كنگا سلطان كنگا أسكو سبع هر أصدها أوكي تلدين وأقوله إلى تليه أنت أسكداي ديار مدرة أسكيني ما جيرت كمدرة حفديت إذا كما قال ديار لتيين أو معاميشين الربتينين أو قوقادان أنا كجبنا هوه نوغوي حتى اللحي طبون كون هدو نوغوي ديارا أوناني لباتون كون هدو نوغوي ديارا أوناني واح الله الوح نوكو نوغوي السوغن أفعل جهل Introducing the Offspring School, a learning center where Islamic studies and Cambridge curriculum meets. Why choose the Offspring School? Because it has competent and qualified teaching staff, conducive learning environments, affordable fees, meals enriched with balanced diet, training on discipline and high moral standards, spacious learning space and library facilities, tahfidul Quran, memorization of the Quran. Enroll your child today at the Offspring School located at Kirichwa Gardens Road, Kilimani Estate,